अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई जान। उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये पहले मैंने वीडियो शेयर की थी बकाले की, कि इंशाल्लाह बकाले में जो काम करते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ये उसी सिलसिले में जो बकाले में काम करते हैं उनसे मिलने आए हैं और उनसे बात करते हैं उनका कफील के साथ क्या रवैया। कफील उनको तनख्वाह दे रहा है कोरोना के बाद, नहीं दे रहा, काम कैसा चल रहा है और कोरोना के बारे में उनकी क्या राय है। और ये भी आपको मैं भाई बता दूँ, ये भाई का जो है यमन से तल्लक है इनका। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैफ हालक, ऐश अखबारक, कैफ अमूर, कैफ दुनिया, ऐश इसमक, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमक अब्दुल्ला जिनसिया, यानी ये यमन से इनका तल्लक है। कैफ अब्दुल्ला बाद कोरोना कैफ शुगल, गबल कोरोना कैफ शुगल आदम। يسلمك والله متغير الحال شيء بسيط الله يعافيك يعني كذا شيء بسيط اللي والله الحمد لله جاري الشغل اللهم لك الحمد لك الشغل. طيب كيف كفيل انت راتب خصام يا ما في خصاماتي راتب كامل كيف هو ما كذا تامن كيف هذا انت ما كفيل مرتا يا ما في مرتا جزاه الله الف خير الجزاء والله جاري راتبي على ما كان يعني بنفس راتب الله يثير العافيه لا في اي تغير وجزاه الله الف خير الجزاء طيب ايش في رايك انت كورونا كيف ناس ايش في اعطي نصيحه كورونا اعطي ناس نصيحه يعني ايش في شيء وسوي عشان كورونا والله نصيحتي الالتزام بما يعني اقرت به وزاره الصحه الله يسلمك مثل لبس الكمامه لبس الجوانتي التعقيم يعني الله يسلمك هذا التعقيم تعقيم اليدين واذا راح البيت يعني واحد انه يغسل يده بعد العمل بعد ما يخلص العمل هذه الاشياء الله يسلمك الالتزام طيب ايش رايك عبد الله هذا صحه يعني وزاره الصحه ما شاء الله الله يذكرهم بالخير يعني الحمد لله يعني جاري هذا المعامله يعني الله يسلمك ويعافيه وجاري الله يسلمك ويعافيه كل بذلوا قصار جهدهم واحنا ان شاء الله نلتزم يعني طيب ايش اسمك عبد الله انت مؤسسه ما كفيل الاسم الاسم الله يسلمك اسم مؤسستي اللي بيشتغل بها تطبيق التميز وكفيلي الله يذكره بالخير واطال الله في عمره وجزاه الله الف خير عبد الرحمن احمد الشيخ طيب ان شاء الله عبد الله خير ان شاء الله مره ثانيه ان شاء الله كلمك ما كنت سبيل الدعاء كل ناس ان شاء الله سلام عليكم جميع المسلمين ان شاء الله ان شاء الله یہ ابھی ہم نے عبداللہ سے بھائی بات کی تھی یہ جو دانش ہے انہی کے مسئلے گئے ان کی کمپنی اتنی بڑی کمپنی تو نہیں لیکن پھر بھی ان کے پاس تقریباً 25 سے 30 آدمی کام کرتے ہیں اور سب سے انشاءاللہ رائے لیں گے اور سب کی رائے ہے کہ کفیل ماشاءاللہ اچھا ہے اور کرونا میں بھی تنخواہ دے رہا ہے ان کو تو بکالے والوں کو تو مکمل تنخواہ مل رہی ہے اور جو فارغ گھر میں بیٹھے ہیں ان کو آدھی تنخواہ دے رہے ہیں یعنی پھر بھی الحمدللہ ٹھیک ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یعنی الحمدللہ آدھی تنخواہ تو مل رہی ہے رہائش بھی ہے فری پھر اس کے بعد اپنے اعمالوں کا بھی خیال رکھ لیں انشاءاللہ تعالی جلدی ہم عبد الرحمن شتری سے بھی بات کریں گے کیونکہ ابھی ایک دو بار ان سے فون کیا تو ملے نہیں ہیں ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ کی کیا رائے ہے اعمالوں کے بارے میں اور اللہ ان کو لمبی عمر دے کیونکہ وہ اعمالوں کا خیال رکھتے ہیں اور رکھ رہے ہیں کرونا میں بھی نہیں تو کرونا میں تو اچھے اچھے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جیسے یہ حالات چل رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں ملیں گے اب میں دعاؤں میں یاد رکھنا اور انشاءاللہ اللہ حافظ